الحقيقة فقرة سكوب النهاردة هتبقى مختلفة وكمان مميزة، لأن الموضوع اللي احنا نتكلم فيه النهاردة هو موضوع طبعا اتصدر الترند على مستوى العالم مش بس في مصر، وطبعا الموضوع هو الملكة إليزابيث اللي رحلت من أيام قليلة. يمكن من أكتر الحاجات اللي شغلت الناس على السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت بعد الإعلان عن خبر وفاة الملكة كان المجوهرات الملكية، ويمكن ده حصل لأن الملكة بتمتلك مجموعة كبيرة من التحف الفنية النادرة وكمان التاريخية، واللي زي ما بيقولوا كده عليها لا تقدر بثمن. وبحسب اللي انتشر من أيام على موقع البي بي سي، فإن الملكة ما كانتش بتحتفظ بالمجوهرات بتاعتها في علب زي أغلب الناس، ولكن المجوهرات دي كانت بتتحط على صواني مرتبة حسب اللون. يعني مثلا هتلاقي الياقوت، بعدين الياقوت الأزرق، وبعدين الزمرد، وكانوا المسؤولين عن الأزياء الخاصة بيها بيختاروا أي قطعة من المجوهرات هتستخدمها حسب طبعا الزي اللي هتلبسه وكمان المناسبة.